فالنقطة الثانية اللي نبي نأكد عليها أن كل مرة ينخفض فيها أسعار النفط في الدولة تكون فيها أزمة اقتصادية اجتماعية سياسية بعد، ومن ثم تتخذ الدولة نفس الأسلوب وهو سياسة مراجعة المصروفات وسياسة تقشفية اللي سوف نشرح فيها بإساب بعدين. إذن ما حصل من 2014 إلى الآن هو باختصار انخفاض أسعار النفط، هبوط بشكل كبير من 130 دولار إلى 30-50 دولار الآن، انخفض وأدى ذلك إلى انخفاض إيرادات العامة، الدولة أصبح ما عندها ذاك المبالغ اللي كانت تتمتع به، إذن قدرة الدولة على تمويل، القدرة المالية للدولة انخفضت بشكل كبير، وانخفاض في المشاريع الرأسمالية، يعني حجم المدارس انخفضت، حجم المستشفيات انخفضت، قدرة الدولة على التوظيف انخفض، وارتفاع وصار في عجوزات مالية، يعني لما العجز سنة مثلا يقدر العجز بمليار، لما يتراكم العجز يصير يسمونه دين العام، الدين العام، فيتراكم مثلا 2015 دين عجز مالي قدره مثلا نص مليار، 2016 نص مليار، 2017 نص مليار، لما تراكمه مع بعض يسمونه شنو؟ يسمونه الدين العام. الدين العام هذه وصل الآن إلى تقريبا 9 مليار دولار. خدمة الدين العام، خدمة الدين العام فقط الآن يتوقعون وصل إلى 477 مليون دينار، 477 إذا تجمعها لسنتين ميزانية العامة بيطلع تقريبا 900 مليون أو مليار. هذا ما يعني شنو يقصد؟ ما تكلم عن 477 مليون دينار خدمة الدين العام. المدينة السترة، المدينة السترة، المشروع مدينة السترة شرق سترة فيها 600 وحدة سكنية. هذا المشروع، هذا المبلغ خدمة الدين العام ممكن أن يسوي مدينة سترة بأكملها كل سنة، لأن كل سنة بندفع 477، هاي يكلف 300 مليون. مشروع مدينة سترة شرق مدينة سترة جزيرة سترة بيكلف 300 مليون. يعني بإمكان سترة، بإمكان الدولة أن تبني 600 كل سنة، 600 تقريبا 600 وحدة سكنية، هاي واحد. المستشفى يكلف تقريبا 3 إلى 4 مليون. خلينا نبدأ بالمدارس، المدارس يكلف 5 مليون. زين، بالإضافة ل 600 وحدة سكنية، بالإضافة ل 600 وحدة سكنية ممكن الدولة أن تبني 600، عليكم السلام ورحمة الله، نور حياك الله، ممكن أن تبني 600 وحدة سكنية سنويا، بإمكانها أيضا أن تبني 20 مركز، 20 مدرسة إعدادية أو ثانوية سنويا. شوفها كلها نخسرها بسبب أن ندفع الدين، خدمة الدين العام. وأيضا بإمكاننا أن نبني مثلا 20 أو 30 مركز صحي سنويا. هذا يعني، هذا ما نقصد به أن لما نقول 477 مليون دينار تدفع الدولة سنويا لخدمة الدين العام.